حرف الميم. حرف الميم في بداية الكلمة نضع فتحة ما 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 ما، ثم بعد ذلك حرف القاف. حرف القاف نضع فتحة قا قا ما قا ما قا ما قا ما قا ما قا، ثم بعد ذلك مد بالألف قا ما قا ما قا ما قا ما قا، نطيل صوت حرف القاف ما قا مد بالألف. ثم بعد ذلك حرف اللام. حرف اللام نضع كسرة لي لي مقالي مقالي مقالي، ثم بعد ذلك مد بالياء لي لي، نطيل صوت حرف اللام لي مقالي مقالي مقالي، ثم بعد ذلك حرف الدال. حرف الدال نضع ضمة دو دو مقاليد 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 مقاليد، ممتاز.